بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.